خير واهلا بيكم. حلقه جديده وهنا العاصمه النهارده هنا الستات، وحلقه النهارده هنقدم فيها نماذج قدرت تتحدى الواقع في امور كثيره. الاسبوع اللي فات قدمنا نماذج بتصارع الواقع وبتصارع مبدا للذكور فقط، بنات خريجين هندسه بترول، خريجين طب بيطري، ناس عايزه تشتغل واتعلمت لكن المجتمع والقواعد بتضع دايما لائحة للذكور فقط. النهاردة بقى عندنا مهن بعضها مش كلها ولكن بعضها صعب على النساء، لكن هم قرروا ان هم يقتحموا هذه المهن سواء في مصر او خارج مصر، وفي ناس تانية قدرت انها يعني تبقى متميزة في عملها. دايما النماذج الناجحة يعني بتدينا امل ان احنا نقدر نكمل المشوار، وكتير من الستات بيبصوا عليها ان انا كمان اقدر اكون كده، انا كمان اقدر اكون متميزة، انا كمان اقدر اخترق هذا المجال، انا كمان ممكن اعمل الشغلانة دي. دايما ثقي في قدرتك، ثقي في انك فعلا تقدري، وانك انت طالما عندك حب لهذه المهنة او عندك رغبة فيها انك تقدري تعمليها. احنا طبعا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة، وقريبا بقى هيكون عندنا اليوم العالمي للستات، وكل الرجالة اللي بيقولوا وانتوا ليه عندكم يوم عالمي للمرأة؟ طب ما يشمعنا، علشان احنا مهدور حقنا، فاحنا على الاقل يكون عندنا يوم عالمي للمرأة نقول فيه احنا موجودين واحنا نص المجتمع واحنا نحن قادرات، اكيد قادرات. خلونا نبدأ بالأخبار، والنهاردة عندنا أخبار كتيرة. نبدأها بمغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة بعد زيارة استمرت 3 أيام، كان فيها تفاصيل كتيرة جدا آخرها النهاردة، وده الرئيس سيسي بي يودعه في المطار، وكما يعني كسر البروتوكول في بداية الزيارة هو يكسر البروتوكول في نهاية الزيارة، وبيودع ولي العهد، لأنه طبعا في النهاية هو هذه دولة شقيقة، السعودية علاقتنا بها علاقة مهمة جدا ومتميزة، والعلاقة كمان بين الرئيس السيسي وبين الأمير محمد بن سلمان وطبعا خادم الحرمين الشريفين هي علاقة أيضا متميزة. والحقيقة ما سمعناه من الأمير محمد بن سلمان في لقائنا اللي اتكلمنا عليه بالأمس كله يؤكد متانة هذه العلاقة، ودايما كان زي ما قلت لكم مصر، كان بيتكلم عن مصر، بيتكلم عن أهمية مصر، دور مصر، مصر إذا قالت محدش يجي يناقشنا، مصر إذا نهضت نهضت المنطقة العربية كلها، مصر والسعودية مع بعض هذا هو محور التقدم في المنطقة. النهاردة الأمير محمد بن سلمان يعني استعرض مع الرئيس السيسي وفضيلة الإمام الأكبر ترميمة الجامع الأزهر والمشيخة، والحقيقة ان هذه الترميمات بقى لها 3 سنوات من العمل، وهي بمنحة من خادم الحرمين الشريفين الراحل جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأعمال هي يمكن من الأعمال من الأكبر في تاريخ الجامع الأزهر، هنتعرف على تفاصيلها. والحقيقة أنه كان في جولة واسعة داخل الجامع الأزهر واصطحبوا فيها الرئيس السيسي وأيضا وزير الآثار اللي هنسمع بعد قليل جزء من هذا الشرح. الصحف السعودية النهاردة اهتمت جدا بالزيارة في كل طبعاتها وفي كل صفحاتها، واعتبرت دايما ده كان يعني منشط الصحف في كل يعني في كل الصحف السعودية، يعني قوة العلاقات، كما ان السوشيال ميديا والصحافة ايضا الاقليمية اهتمت بقى بالتصريحات اللي خرجت من لقاء الامير محمد بن سلمان بالصحافة المصرية امس، واحنا كنا اتكلمنا عن تفاصيل هذه التصريحات وبعضها اثار جدل واسع جدا، هل هو فعلا قال تركيا وايران والجماعات المتطرفة هو محور الشر؟ احنا بنؤكد على هذه المعلومات، وده منشط الشروق غدا
الأمير محمد بن سلمان لرؤساء التحرير الصحف المصرية، تركيا وإيران والجماعات المتطرفة محور الشر الجديد، أزمة قطر تافهة ولا تنشغل بها، مصر ستشارك في مشروع نيوم بالأرض والسعودية بالاستثمار. ده تأكيد على الكلام اللي احنا قلناه بالأمس واللي يعني كتير من الناس شككت في مدى دقته، بس أنا ببقى دقيقة جدا لما بنقل عن أي حد الحقيقة، وكنت دقيقة في كل ما نقلت عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هو طبعا بعد كده في زيارة إلى لندن، ثم بعد ذلك زيارة إلى الولايات المتحدة. خلونا نعرف ماذا في هذه الترميمات، وإيه اللي بالضبط حصل في الجامع الأزهر. الدكتور محي عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ الامين، اهلا بيك. يعني ايه بالظبط اللي افتتحه الرئيس السيسي النهارده وولي العهد السعودي؟ طبعا اكبر عمليه ترميمات في تاريخ الجامع الازهر كانت بتمويل او بمنحه سعوديه منذ يعني عهد جلاله الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وامتدت وحظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. تم الانتهاء من هذه المرحلة، افتتحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في حضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد طيب. طبعا هذه العملية تعتبر عملية كبيرة جدا، عادت الجامع الأزهر إلى سابق عهده من ناحية المعالم الأثرية من حيث المواد التي تم استعمالها والتي تستخدم في يعني تشييد الحرمين الشريفين. طبعا معروف الدور التاريخي للأزهر الشريف من ناحية العطاء العلمي، أيضا من ناحية أهمية المحافظة على الأثر المعماري والتاريخي لهذه المنارة العلمية الكبيرة. طبعا يعني هذه العملية تؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية وعلى مكانة الأزهر بالنسبة لقادة المملكة العربية السعودية. يعني ايه اهم الترميمات لو تشرح لنا كده اهم الاماكن اللي تم ترميمها ويعني واعيدت لها رونقها مرة اخرى؟ طبعا هناك اروقة في الجامع الازهر الشريف، يعني هناك صحن المسجد الجامع الازهر، هناك مآذن ومنارات الجامع الازهر، هناك الرواق العباسي، هناك الظلة الفاطمية، هناك صحن المسجد بمستوي 2 مستوى، طبعا بالنسبة للأعمدة، بالنسبة للإنارة، بالنسبة للأسقف، بالنسبة لعملية النظام الكهرباء والإنارة وتسليط الأضواء على أجزاء من أسقف وجدران خاصة في الجزء الأعلى. كانت الأجزاء دي معماريا غير ظاهرة لرواد الجامع الأزهر. الإنارة الحديثة ادت متعة يعني منقطعة النظير لأي زائر أو مصلي للجامع الأزهر ليطلع على دقائق الفن المعماري في الجامع الأزهر، وده يعني منظومة متكاملة سواء على مستوى الأرضيات المسجد، على مستوى السواري والأعمدة، على مستوى المآذن، على مستوى الأروقة، على مستوى القبلة. يعني هناك أكثر من قبلة في الجامع الأزهر، يعني في نفس اتجاه القبلة لكن هناك قبلة صغيرة وهناك قبلة كبيرة، يعني دقائق يعني يستمتع بها الزائر أو المصلي للجامع الأزهر الشريف. المكات اللي بيتشرح ده يا فندم، ده ايه؟ دي مدينة جديدة ولا دي ايه بالظبط اللي في مكات كبير كده كان بيتشرح عليه، كان حد بيشرح عليه يعني مباني او زي مناطق سكنية يعني؟ نعم، بالنسبة هناك المدينة اكبر مدينة جامعية للطلاب الوافدين، تسع لعدد أكثر من 40,000 وافد ووافدة، يجري إنشاءها وبناء معالمها على أحدث طراز موجود في العالم.
طبعا بتمويل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دي بيتم بنائها في القاهرة الجديدة. هناك عدد من المشاريع الموجودة سواء بالنسبة لقناة الأزهر الفضائية، وعدد من المشاريع الممولة بدعم سعودي بالنسبة للأزهر الشريف. حجم التمويل قد إيه يا دكتور؟ والله طبعا التمويل بالنسبة اللي ما نقدرش نحكم على المبالغ المالية نظرا لتغير الأسعار، لكن بالنسبة للمشاريع مشاريع ضخمة جدا، وبالتالي يعني في لقاءات فضيلة الإمام الأكبر مع يعني ولي العهد السعودي أكد فضيلة الإمام الأكبر على يعني قيمة هذا الدعم وعلى أهمية يعني استكمال يعني هذه المشاريع، ووعد ولي العهد بسرعة استكمالها وإنجازها على النحو الذي يليق بالأزهر الشريف ويليق بالمملكة العربية السعودية. بشكرك دكتور محي عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. خلونا نسمع مقطع من شرح الدكتور خالد عناني وزير الآثار للرئيس وولي العهد داخل صحن الجامع الأزهر. 100 مبنى أثري و 3000 مبنى ذو طراز معماري متميز، وحاليا وزارة الآثار بتعمل فيها مشاريع ضخمة كبيرة لدرء الخطورة عنها. احنا موجودين دلوقتي في رابع الجوامع الكبيرة 50 هجرية، وتم الصلاة فيه لأول مرة يوم 7 رمضان 361 هجرية. كان الأصل في المسجد هو عبارة عن صحن ما تشوفوش بعض، هم طالعين هم نازلين، وهي ارتفاعها 40 متر فوق السقف أو 52. ده جزء من شرح الوزير وزير الآثار خالد العناني عن التجديدات في الجامع الأزهر. طبعا جامع الأزهر ده يعني قصة تاريخ طويلة جدا وكبيرة جدا. أنا أتمنى من الحكومة المصرية أن تخرج بتفاصيل الاتفاقات التي تم توقيعها مع المملكة السعودية. احنا عرفنا سمعنا من ولي العهد السعودي بالأمس تفاصيل موضوع المشاركة في برنامج نيوم أو في مشروع نيوم السعودي. احنا محتاجين نسمع ده من الحكومة المصرية، محتاجين تفاصيل ده من الحكومة المصرية. الرئاسة طلعت بيان طبعا، لكن دون تفاصيل اظن التفاصيل دي يجب ان تعلن عنها وزارة الاستثمار، الحكومة، مجلس الوزراء. المهم يكون في تفاصيل واضحة فيما يتعلق هذا الموضوع، لانه مهما احنا قلنا انه يا جماعة وبنؤكد مفيش بيع للارض، مفيش تبادل اراضي، مفيش فلسطينيين هيجوا يتوطنوا، مفيش بتاعة القرن دي اللي هي صفقة القرن لا تتضمن تبادل أراضي، وإحنا سألنا ده امبارح بوضوح مفيش الكلام ده خالص. الألف كيلو دي دول من مصر داخلة في المشروع، داخلة بالأرض وهم داخلين بالاستثمارات، يعني كأنك داخل مشروع طبيعي، انت داخل بالارض وحد داخل بالمباني، فده مشروع طبيعي جدا في قواعد المشاريع العادية. مفيش يعني احنا محتاجين بس درءا لكل الشبهات ودرءا لكل الشائعات والسوشيال ميديا اللي يعني منطلقة بلا ضابط ولا رابط كده، انه الحكومة تطلع تقول والله هذه هي التفاصيل وهذه هي التفاصيل الاتفاقية، والاتفاقية بتقول كذا، اتفاقية البيئة بتقول كذا، اتفاقية كذا بتقول كذا. هذا حق الناس، وهذا واجب مجلس الشعب كمان انه يسأل، وهذا حق المواطنين ان هم يعرفوا، وواجب الحكومة ان تعلن كي لا تترك الناس نهبا للشائعات. احنا قلنا صحيح وردينا، ولكن اظن انه من مسؤول يعني رسمي يكون الكلام أكثر دقة، أكثر يعني لازم يكون يقول للناس هو بيحصل إيه بالتفاصيل. طيب يعني المفروض أنه طبقا للدستور الموازنة تتقدم خلاص نهاية قبل نهاية مارس قبل 31 الشهر ده، بس احنا عندنا تقدم للبرلمان، بس احنا عندنا الحقيقة انتخابات، معرفش ازاي هتتقدم، واعتقد أنه جلسات البرلمان خلاص رفعت حتى نهاية الانتخابات. فهل بعد من يوم مثلا 28 أو 29 يكون في وقت لتقديم الموازنة ولا لا؟ احنا بنتكلم في 90 يوم قبل العمل بالموازنة الجديدة. عندنا أسئلة كتيرة حول هذه الموازنة، لكن عندنا مجموعة أخبار اقتصادية جيدة. أولا
الاحتياطي عندنا قفزة جديدة 42 مليار ونص، وده بيان للمركزي اعتقد امس او اول امس، مقارنة ب 38.2 مليار نهاية يناير، يعني عندنا ارتفاع 4.3 مليار دولار. طبعا دول ممكن يكونوا السندات الدولارية اللي بقيمة 4 مليار دولار اللي طرحناها. كنت دايما اتمنى انه مع اعلان الارقام الجديده الاحتياطي نبقى فيه زي بريك داون انه هذا الاحتياطي عشان نفضل فاهمين ايه المكون الاقتصادي من هذا الاحتياطي وايه مكون الديون، لانه مع ارتفاع الاحتياطي احنا ديوننا لسه بترتفع، وعندنا الرقم وصل ل 80 مليار و800 مليون دولار بنهايه سبتمبر مقابل 55، ده احنا لسه سبتمبر يعني لسه ما وصلناش بقى ليناير وفبراير، مقابل 55.8 من سنة قبلها. ده بتكلم كله دولار، كله كده دولار، 80 مليار دولار ديون. احنا محتاجين نعرف الديون دي برضو ايه اللي فيها قصير الاجل، ايه اللي فيها طويل الاجل، والاحتياطي ده مكون الديون فيه قد ايه ومكون الاقتصادي فيه قد ايه. ايضا كريستين لاجارد مدير العام لصندوق النقد الدولي لها تصريحات كانت في دبي اكدت فيها نجاح ملحوظ للاقتصاد المصري لبرنامج الاصلاح، تحسن حياة المواطنين لن يحدث بين يعني ليلة وضحاها، ولكن الإصلاح ضروري، وأن الصندوق مهتم بالأساس الاجتماعي الذي يحمي المواطنين وأن التضخم في تراجع. النهاردة وزير المالية قال أنه هو هنطرح سندات جديدة باليورو، أنه يتم اختيار البنوك المرتبة لإصدار السندات خلال أسبوعين. معي على الهاتف السيد وزير المالية السيد عمرو الجارحي. مساء الخير يا فندم. أهلا يا أستاذة رميس، أهلا بحضرتك. الميزانية إمتى هتعرضوها على مجلس النواب يا ترى؟ إحنا عندنا التزام دستوري إن إحنا نبعتها لمجلس النواب قبل 31/3، فهنلتزم بما هو يعني جاء بالدستور، يعني بنرسلها لمجلس النواب بنسلمها قبل 30 قبل 31 ثلاثة بإذن الله، فده الالتزام اللي موجود علينا. بس قبل كده بتعرضها طبعا على رئيس وزراء وعلى السيد الرئيس. بتعرض على السيد رئيس الجمهوريه، وبعد كده بتعرض على يعني قامه رئيس الجمهوريه، وبعد كده بتعرض على مجلس الوزراء. ممكن يبقى في تعديلات في بعض البنود بعد المناقشات، وبيتم الانتهاء منها، وبيتم بعد كده ارسالها ان شاء الله قبل 31/3. فاحنا يعني احنا النهارده لسه 6 ولا 7 في الشهر، فبالتالي يعني احنا يعني شغالين بشكل سريع جدا ان احنا نخلص كل هذه الموضوعات في خلال الايام القادمه باذن الله. تقديراتكم بقى لحجم الموازنه دي قد ايه يا فندم؟ هو الارقام لسه طبعا ما يعني ما بنقولهاش بشكل نهائي، لكن الحقيقه هو احنا قبل كده اعلنا المستهدفات بتاعتنا على الاجال المتوسطه، ان احنا لو السنه دي بنعمل مثلا العجز الكلي 9.5 مثلا ل 9.7 او 9.8، يبقى السنه الجايه مثلا عايزين المستهدف بتاعنا يبقى ما بين 8.5 8.7 من 10، ما يسمى بالعجز الاولي او الفائض الاولي. عندنا هدف السنه دي ان احنا نبقى بالموجب 0.2%، السنه الجايه عندنا هدف ان احنا يبقى بالموجب 1.7 ل 2%، فدي الاهداف متوسطه الاجل، فده الحاجات الاساسيه اللي احنا بنبص فيها، لكن الارقام بشكلها النهائي لسه ما قلناهاش. يعني مثلا توقعاتكم النمو، توقعاتكم التضخم، يعني ايه الارقام اللي لا النمو حضرتك احنا يعني السنه دي يعني بنتكلم على معدل النمو هيبقى ما بين 5.3 ل 5.5%، السنه الجايه بنامل ان احنا نصل الى ان شاء الله رقم ال 6%. ما يسمى بمؤشر مدير المشتريات، يعني احنا ما زلنا عند 49، الشهر فات كان 49 و9، الشهر ده 49 و7. في حاجات مهمة زي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير والكلام ده كله ماشي بشكل كويس، لكن احنا نأمل في الأشهر القادمة ان احنا نعدي، لما بنبقى فوق ال50 معناها النشاط الاقتصادي بيبقى ماشي بشكل جيد جدا، فبالتالي بنتوقع في الفترات القادمة ان احنا نعدي رقم ال50، وده يعكس نشاط اقتصادي كبير. التضخم زي ما حضرتك عارفة انه طبعا يعني بيعلن في بدايه كل شهر، يعني دايما في 10 يعني في 10 من 10 من كل شهر، فالمفروض يعلن بتصور انه ممكن يوم الخميس رقم التضخم، لكن بتصور الارقام
احنا لمده شهرين متتاليين شفنا ارقام كويسه، فبالتالي طبقا اللي اعلنه البنك المركزي ان توقعاتنا ممكن تبقى على نهايه 2018 معدل التضخم يبقى في حدود 13% وممكن يبقى مثلا افضل قليلا ان شاء الله لو مشينا بنفس المسار اللي احنا موجودين فيه. طب كان في تقرير لرويترز بيتكلم على ان تقديراتكم لسعر الدولار في الموازنه الجديده هيبقى حوالي 17.5، هتثبتوه على 17.5. طبعا في الموازنه اللي فاتت كنا بنتكلم في 16، وكمان موضوع البترول سعر البرميل يعني تقديراتكم ليه تقريبا كان برضو تقرير رويترز بيتكلم على 65، وانتوا برضو المره اللي فاتت كنتوا عاملينه 55. اوكي بص حضرتك، هو طبعا واحد بالنسبه لسعر العمله لما اتحط 16 سنه اللي فاتت ده تم بعد نقاش، وكان يعني ممكن يبقى كان في توقع انه تحسن في سعر العمله يتم بشكل اسرع، لكن السنه دي احنا النهارده هنكون يعني باذن الله في حدود ما هو موجوده في حدود التوقعات اللي موجوده، فده اللي هنلتزم بيه. بالنسبه لاسعار البترول طبعا حضرتك عارفه انه يعني البترول فيه يعني عالي شويه الفتره الماضيه، لكن في نفس الوقت في نوع من انواع التنازع ما بين انه دول الاوبك معاها بعض الدول الاخرى بيعملوا نقص في الانتاج علشان يقللوا حجم العرض اللي موجود في السوق، لكن من ناحيه ثانيه في دول اخرى حجم الانتاج عندها بيزيد بشكل سريع فبتعوض الكلام ده. فحتى لو حضرتك بصيتي على كل بيوت الخبره العالميه والبنوك العالميه لو شوف التقديرات متباينه بشكل كبير، بتلاقي بعض البنوك حتى 55 وبعض البنوك وصل ل 80 دولار. فدايما هنكون بنشتغل في يعني متوسط في الارقام اللي احنا بنشوفها، وبنستند طبعا الى تقارير الدوليه والمتوسطات اللي موجوده بالنسبه للسنه القادمه بقدر الامكان، وده طبعا بيتم مع وزاره البترول حضرتك. ف 17.5 انتوا ده تقديركم لسعر الدولار في الموازنه. احنا حضرتك ما قلناش لسه اي ارقام، يعني رويترز قالت الكلام ده على مسؤوليتها لكن ده مش طالع من عندنا، احنا بنقول الارقام بتاعتنا بعد ما بنخلص خالص وبنعلن بشكل نهائي، يعني بعد ما بنعلن على مجلس الوزراء بيكون في مؤشرات بالارقام بنقولها يعني للصحافه والميديا بشكل واضح، لكن احنا النهارده يعني احنا من عندنا ما طلعناش اي تصريحات باي ارقام. طيب وحضرتك بتبص في الميزانيه كده، ايه القطاعات المتحسنه؟ يعني ايه القطاعات اللي حضرتك شايفها ابتدت تتحرك تجري، يعني ابتدى يبقى فيها يعني اوكي المعدلات النمو احنا شايفينها بتتحسن، احنا عايزين نعرف بقى ايه القطاعات اللي فيها تحرك اكتر من قطاعات اخرى. بص حضرتك احنا يعني طبعا معدلات النمو دي يعني مع معالي وزيره التخطيط هي اللي مسؤوله عن الـ يعني معدلات النمو والخطه التنمويه، لكن احنا لما يعني معالي الوزيره عرضت الكلام ده قبل كده بنشوف ان في تحسن في، لانه زي ما حضرتك عارفه مصر يعني بتقول اقتصاد متنوع بشكل كبير، فالقطاعات كثيره متحسنه بشكل كبير قوي. طبعا بيبقى ساعات مرات تحسن القطاع بيبقى مبني على حاله القطاع دي في الفتره السابقه، يعني كان قطاع متعرض لصعوبات شديده نتيجه ظروف معينه، كان متعرض لصعوبات شديده نتيجه مثلا ما فيش العمله مش موجوده فكان في لخبطه في الصناعه، ف ممكن المؤشرات دي بتعكس انه حاصل نمو بشكل كبير في هذه القطاعات، بس ده اللي بنسميه نورماليزيشن او ان هم بيرجعوا لما كانوا عليه، فده بيتم وبعد كده يعني بشكل تدريجي بيتم بعد كده. فايه القطاعات يا سياده الوزير يعني بما ان حضرتك معانا يعني الصناعه ماشيه كويس، البنيه التحتيه ماشيه كويس، المقاولات طبعا والاسكان كويس، مقاولات طايره طبعا، المقاولات الاسكان طبعا ماشي بشكل ممتاز جدا، الاتصالات والتكنولوجيا ماشيه بشكل طيب جدا، السياحه برضو طبعا اكيد اتحسنت، فدي كلها كمؤشرات شفناها، وده اللي بيعكس انه احنا بنشوف النهارده معدلات تنميه بمعدلات نمو ب 5.3% في الربع الاولاني والربع الثاني برضو احنا ماشيين على نفس المنوال، فلو كملنا كده السنه ان شاء الله ممكن نكون معدل النمو ما بين 5.3 و5.5%، ونامل ان السنه القادمه نقدر نوصل ل 6% باذن الله. الشريحه الجايه من صندوق النقد هناخدها امتى؟ المراجعة هتبتدي في بداية مايو، بنتوقع انها بتاخد اسبوعين وبعدين بيتعمل التقرير، وبعد كده التقرير بيعرض على مجلس ادارة الصندوق، وان شاء الله يعني حسب المراجعة وان شاء الله يكون الامور تتم على افضل شكل ممكن، فيعني بتبقى قبل نهاية يونيو ان شاء الله.
السندات اللي باليورو اولا الشريحه قد ايه يا فندم لو تذكرنا؟ 2 مليار 2 مليار دولار. 2 مليار السندات اللي باليورو هنطرح كام وايه بالظبط وضعها يعني امتى بقى تبتدوا الطرح؟ احنا بنستهدف في حدود 1.5 مليار يورو وبنتصور ان احنا ممكن يعني احنا بنشتغل دلوقتي على استلام العروض من البنوك وبنتصور ان احنا ممكن ان شاء الله يكون الطرح في ابريل باذن الله. الطروحات الماليه بعد ما انتقلت لي او طروحات الشركات يعني بعد ما انتقلت لوزاره الماليه متوقعين امتى بقى وايه بالظبط يعني عايزين معلومات عن هذه الطروحات يا سياده. لا حاضر. الحقيقه في برنامج كويس قوي هو خلاص في التفاصيل او الرتوش الاخيره جدا وان شاء الله نعلنه خلال يعني ممكن خلال اسبوع 10 ايام نعلنه، ومحطوط له جدول فيه شركات ممكن تبقى يعني اوريدي موجوده في يعني متداوله في بورصه الاوراق الماليه، وفي شركات جديده بنتكلم على قطاعات مختلفه، قطاع العمل العام في شركات هتدخل، بنتكلم على قطاع البترول، بنتكلم على قطاعات في البنوك والتامين وغيرها، ففي في في تنوع في البرنامج وفي عدد طيب من الشركات. طبعا احنا الشركات المحطوطه دي علشان البرنامج يشتغل في خلال بنتكلم من 18 ل 24 شهر، حضرتك عارفه طبعا انه لازم يعني نتحكم في الموضوع ده بشكل دقيق انه ما يبقاش في ما يسمى بعرض كبير قوي من مصر فالناس يحصل لها نوع من الساتوريشن او نوع من الاكتفاء، فلازم طبعا يعني هتطرح شركه يعني هتطرح شركه شركه ولا هتعمل ايه؟ لا يعني بنطرح الشركات بشكل متتالي، طبعا الناس ما بيهمهاش طالما انا مثلا مش بطرح شركتين من نفس القطاع في نفس التوقيت فبلخبط الناس، لكن انا ممكن اطرح شركه مثلا في مجال الطاقه او مجال البترول والغاز ومثلا ممكن يبقى بنك، فبتبقى الامور يعني بتبقى الامور واضحه بالنسبه للناس. امتى اول طرح امتى تستقبله البورصه؟ بص حضرتك هي احنا دلوقتي يعني شركه ام بي يعني خلاص احنا التعاقد مع البنوك الاستثماريه بيتم في خلال الايام القليله القادمه، الشغل بقى هيتم والتكييف هيتم. احنا دلوقتي في مارس، فانت حضرتك عارفه انه بيبقى بدايه من شهر يونيو بنخش في موسم اجازات في الدول الاوروبيه والمستثمرين يعني بيبقوا ما بين شهر 7 و8 بعاد، فبتصور ان احنا ممكن يكون 9 او 10، لكن لان دي شركه جديده ما كانتش مطروحه في البورصه، لكن ممكن في خلال ما بين مارس وابريل ومايو ولغايه حتى بدايات يونيو ممكن يكون في طرح لبعض الشركات اللي هي اوريدي موجوده في بورصه الاوراق الماليه. يعني ايه شركات موجوده؟ يعني انت الشركات اللي في شركات حضرتك النهارده موجوده في بورصه الاوراق الماليه ممكن نطرح منها حصص اضافيه. حصص اضافيه. طب وبنك القاهره هل في قريب يعني ده هيكون برضو 9 10 ولا ايه؟ لا بنك القاهره يعني طبعا مع الـ مع الـ مع الـ يعني مع المراجعه ومع الـ مع الـ يعني مع البنك المركزي واللي بيتم على الموضوع، انا بتصور انه قد لا يكون في عام 2018 وممكن مثلا يبقى في النص الاول من 2019، بس ده البنك المركزي هو اللي بيحدد، لان البنك المركزي هو المسؤول عن بنك القاهره. سيادة الوزير لماذا استقال عمرو المنير يعني نائب حضرتك المسؤول عن السياسات الضريبية في وقت حرج؟ يعني احنا خلاص داخلين على موسم الضرائب، احنا خلاص دلوقتي بندفع ضرائبنا احنا كمان حرة وكشركات وبعد والشركات الشهر اللي بعديه. لا هو يعني الحقيقه يعني هو يعني تقدم استقالته للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الوزراء قبلها، الاستاذ عمرو مناير قام بدور يعني اكثر من رائع وممتاز، كفاءه كبيره جدا في وحضرتك كنت جايب 3 من النواب وقلت ان هم دول يعني مساعديك في العمل. لا صحيح يعني في مهنته وفي حرفته يعني على اعلى مستوى وكفاءة مشهود لها يعني على المستوى المحلي وحتى على المستوى الدولي، لكن يعني بيبقى في ساعات رغبات للمسؤول في توقيت معين ان هو بياخد قرار معين، فده اللي تم حضرتك. طيب اخر سؤال ليا هو انه الناس لما بتسمع كل الارقام دي في النهايه المواطن بيقول يعني انا 2018 حالتي فيها تتحسن، دخلي فيها هيزيد باي شكل، هيبقى في فرص عمل توفر لي دخل افضل، ده السؤال اللي بيشغل الناس. يعني يمكن انا بهتم اقتصاديا بالارقام زي حضرتك، لكن الناس اللي بتتفرج علينا تسال السؤال الابسط اللي هو انا حالتي ايه في 2018 دي؟
بص حضرتك، هو طبعا اللي يعني احنا زي ما حضرتك عارفه احنا لسه في اطار لخطوات اصلاح اقتصادي، لكن في نفس الوقت اللي دايما بنعمله بنبقى واخدين بالنا جدا انه الـ ما يسمى بشبكه الحمايه الاجتماعيه، وانه لو اي اجراءات بتتم بيبقى فيه قصادها باكج كويسه او يعني حزمه من الاجراءات جيده بحيث انها تعمل هذا الموضوع. لكن حضرتك قلتي الكلمة في رأيي السحرية اللي هي إيجاد فرص عمل، لأنه يعني الدولة يعني مهما كان عندها موارد أو افترضت علشان تصرف على شبكات حماية اجتماعية من غير استثمارات كثيرة ومن غير فرص عمل كثيرة بتتم، والناس تلاقي فرص عمل بشكل كبير ومعدلات البطالة تنزل بشكل كبير، ده التحسن هيحس بيه الناس. لكن بشكل تدريجي الصدمه اللي كانت او يعني الصدمه اللي كانت موجوده في 2017 نتيجه مجموعه الاجراءات اللي هي وصلت بينا للتضخم في وقت ما وقف بنسبه 35%، ده يعني ده بشكل كبير استقر جدا، وزي ما بقول لحضرتك ان احنا بنشوف معدلات التضخم بالسالب، معناها انه في يعني الى حد ما استقرار في يعني معدل ارتفاع الاسعار مش بنفس الوتيره اللي فاتت. بالظبط كده، بالظبط كده، فبالتالي انه قيمه الفلوس ما بتقلش بنفس الشكل اللي شفناه قبل كده. بس برضه حضرتك ما بتقوليش يعني احوال الناس 2018 هل وضعهم هيبقى احسن، حياتهم هتبقى افضل شويه؟ مش عايز اقول الاسعار تنزل، لكن الاسعار تبقى مستقره ويبقى في فرص عمل افضل اكتر. لا، الاسعار هتبقى حيك يعني في رايي ان الاسعار هتبقى مستقره، لان استقرار الاسعار له اكثر من شكل. واحد، الانتاجيه. اثنين، التوزيع. ثلاثه، اللي بنسميه الصدمات اللي جايه من بره. احنا طبعا بنراقب الاسعار للمنتجات اللي بتيجي من بره، لو قمح او ذره او غيره، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه بنشوف الانتاجيه موجوده في السوق المحلي شكلها ايه. حيك يعني تتذكري طبعا انه سياده الرئيس افتتح الصوبات الزراعيه واللي ممكن يجي منها كإنتاج زراعي في الفترات القادمة، فبيوفر بيوفر إنتاجية في السوق المحلي كبيرة جدا، وده بيساعد كل ما العرض بيزيد كل ما الأسعار بتبقى مستقرة إلى حد كبير، فبالتالي ما بيبقاش التأثير. وتاني حاجة حضرتك زي ما قلنا قبل كده إنه الإجراءات الإصلاح الاقتصادي، إنك لما حضرتك بتعملي إجراءات إصلاحية أي وفر بيحصل منها بيروح من الناحية التانية بيتحط في شبكات الحمايه الاجتماعيه بشكل كبير، بحيث انها يبقى توجيه الدعم للناس اللي بتستحقه، زي ما عملنا يعني مثلا بطاقه التموين حضرتك، انه في سنه في مايو 2016 كانت بطاقه التموين الفرد بياخد عليها 15 جنيه. في يوليو 2017 كان بيتاخد عليها 50 جنيه، يعني بنتكلم في 230%، واخد بال حضرتك ازاي؟ زائد الزيادات اللي حصلت في المرتبات والمعاشات وتكافل الكرامه والخصم الضريبي وغيره. كل ده طبعا كان فكره ان احنا تقليل الضغط نتيجه الاجراءات الاستحاله اللي حصلت. نعم. لكن الامر الاهم هو استثمارات، والناس تجد فرص عمل ويبقى في فرص عمل كبيره والانتاجيه في الدوله والنمو يزيد بشكل كبير. هنشوف رفع الاسعار الوقود بعد يونيو ولا ده لسه مش واضح؟ لا، ما فيش حاجه حددت لغايه دلوقتي حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا السيد عمرو الجارحي وزير الماليه. اذا الموازنه بتقدم في لمجلس النواب في نهايه قبل لازم تقدم قبل يوم 31 مارس. الموازنه دي مهمه جدا لانها بتقول لنا من يونيو 2018 ليونيو 2019 وضعنا ايه. والحقيقه ان احنا يعني برضو بشهاده المستثمرين في العالم كله مصر من اهم الاسواق النشأة اللي بينظروا إليها. كان في مؤتمر للمجموعة المالية إرماس في دبي، هذا المؤتمر شارك فيه يعني 175 شركة من 26 دولة بالأسواق الناشئة، و500 من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار كانوا موجودين. دول بيديروا حوالي وصول 8 تريليون دولار. كان في استطلاع رأي ل 900 من المستثمرين اللي كانوا موجودين، 42% قالوا طبعا توقعوا رفع لأسعار الفايدة للفيدرالي مرتين 2018، وده كلنا متوقعينه. ونصف المشاركين تقريبا قالوا ان السوق المصري سيحقق، السوق اللي هو البورصة المصرية يعني، ستحقق افضل اداء بين اسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال 2018. أستاذ محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مساء الخير يا فندم.
مساء النور يا فندم، اهلا بيك. يعني لما حضرتك كنت في دبي التقيت عدد من المستثمرين وعرفت ان الاستطلاع الراي قال انه في توقعات البورصه المصريه تكون الافضل والاكثر يعني ادائها هو الافضل ما بين البورصات، ده بيحط عليكم عبء طبعا في الاداء في طرح شركات. هو يعني قطعا حضرتك بيحط علينا عبء وبيحط كمان على القائمين بصفه عامه سواء قطاع خاص او قطاع عام ان هم يعني يتوافقوا مع فعلا الرؤيه الايجابيه والشهيه الطيبه اللي احنا شايفينها على مستوى المستثمرين. يعني احنا كل ما بنقعد مع مستثمرين على مستوى اللقاءات الثنائيه اللي حصلت في خلال اليومين دول كلهم فعلا عندهم رؤيه جيده جدا على مستوى الاقتصاد المصري، عندهم رؤيه طيبه جدا على النتائج بتاعه الاصلاحات على الرغم من صعوباتها وعلى الرغم من تبعاتها المتوقعه نتيجه يعني الاصلاحات اللي تمت على مستوى السياسه النقديه والسياسه الماليه، لكن شايفين النتائج كلها نتائج طيبه سواء على مستوى الاداء بتاع الشركات من ناحيه التحسن، من ناحيه الامكانيه بتاعه ان هم يتوافر لهم العمله وغيره، ده من جانب. والجانب الاخر شايفين النتائج الطيبه على مستوى النمو الاقتصادي، ان النمو الاقتصادي احنا بنتكلم على مستويات ارتفعت بصوره طيبه تخطت 5% على مدار اخر ربعين من العام. فكل ده طبعا بيحط مستهدفات طيبه المفترض. طيب يعني كان معايا وزير الماليه على الهاتف واتكلم على ربما انه من فتره ابريل لفتره يونيو يكون في طرح او زياده، يعني شركات اوريدي موجوده في البورصه من الشركات العامه يعني ترفع راس مالها او تطرح جزء تاني، وان الطروحات ربما ان بي وكده ندخل في 9-10 من من هذا العام. ماذا عن الطروحات الخاصه بقى؟ يعني انت جاي هل عندك من الفتره من ابريل يونيو في اي طروحات خاصة انت متوقعها؟ يعني احنا بنتكلم قد يكون قبل ابريل كمان، يعني احنا بنتكلم كمان هذا الشهر متوقعين ان في طرح لاحد الشركات العاملة في المجال المالي، وقد يكون في ابريل نفسه في احد ارض يعني احد ايضا الشركات العاملة في المجال المالي لديها رغبة في عملية الطرح في البورصة. فاحنا بنتكلم على طرحين قد يكون قبل ابريل او خلال مارس وابريل في الشهرين اللي جايين دول. اما بعد ذلك فاحنا عندنا يعني شايفين في طلبات كثيره واهتمام كثير من العديد من الشركات في قطاعات مختلفه، يعني كان في قطاع التعليم من احد القطاعات اللي احنا يعني شايفينها واللي كمان عندها رغبه كبيره في عمليه القيد، كان في شركات عامله في المجال التطوير العقاري، كذا شركه بصراحه في هذا المجال عندها رؤى توسعيه نتيجه النمو يعني اللي بيحصل فيها عمليه النشاط العقاري، فبالتالي عاوزين يزودوا رؤوس اموالهم من خلال سوق الاوراق الماليه. فاحنا بنتكلم توقعاتنا قد يكون ذات الارقام اللي شفناها السنه اللي فاتت ما بين 5 ل6 طروحات على مستوى القطاع الخاص يطرحوا يعني من خلال سوق الاوراق الماليه. من امتى يعني انت بتقول لي انه من هذا الشهر احنا متوقعين؟ قد يكون في خلال هذا الشهر يبقى عندنا طرح على اخر الشهر تقريبا، وعلى مدار الشهر القادم هنلاقي ايضا متوقعين طرح يعني دي شركات اوريدي موجوده في البورصه بتزود راس مالها ولا شركات جديده؟ لا 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 لا، شركات يا اما مقيده ولم تقوم بعمليه الطرح او شركات لسه هتقيد وتقوم بعمليه الطرح، فبالتالي دي شركات جديده بالكامل. يعني ممكن تقول لنا مجالات ايه؟ حضرتك قلت لي في شركه في المجال المالي، مجالات ايه؟ في مجال الخدمات الماليه الاثنين في مجال الخدمات الماليه. طيب وحب بتقولي 5-6 يعني من هنا لحد امتى؟ يعني احنا بنتكلم من هنا لحد ابريل او لحد ابريل بنتوقع الاثنين دول، قد يكون بعدها بتبقى الفتره هذه نتيجه ان انت داخل على رمضان ويبتدي النشاط بعدها يرتفع مره اخرى بعد رمضان والاعياد واجازه العيد، بنبتدي نشوف النشاط مره ثانيه على مستوى الطروحات. ايه الشركات اللي متوقعه من الحكومه اللي هي الشركات الحكوميه اللي هتزود راس مالها في الفتره القادمه قبل اللي هو قبل 9 اللي هو في فتره ابريل؟ يعني اعتقد الجدول لازم يعلن يعني من قبل وزاره الماليه بحكم ان هي الجهه المعنيه في عمليه الطروحات، لكن في شركات لا باس بها موجوده على مستوى القطاع العام انها مقيده في البورصه وليها قدر من الاسهم المتداول، فالمستهدف بتاعهم ان هم لو هيزودوا في الاموال قطعا ويزودوا نسبه الاسهم قرارات التداول، لان ده مطلب دايما ولحقيقه مطلب رئيسي، كل ما بنتكلم مع مستثمر بيجي يقول لك انا حجم السوق عاوزه يكبر علشان اقدر طبعا. احنا بنتكلم على ناس بتدير مليارات، فلما بيبقى حد مش عارفين يدخلوا في سوق صعب قوي. طيب اخر سؤال، المستثمرين الاجانب دايما عندهم مشكله في موضوع الافصاح، هم عايزين يشوفوا البيانات باللغه الانجليزيه، هل ده مثلا قرار هتعمموه على الشركات ولا هتعملوا ايه؟ مش كل الشركات عندها سايتس بالانجليزي. في شركات كثير عندها يعني ويب سايت باللغه الانجليزيه، لكن احنا بنحاول نجد طريقه نقدر نصل بيها للمستهدف ده، لان هو ده حقيقي برضه
ضمن الطلبات الرئيسيه بالنسبه للمؤسسات الاجنبيه انه يفضلوا دائما ان يكون الاصلاح بلغتين بدل لغه واحده. فاحنا بنحاول نشوف بس الصيغه الامثل، لان يعني حضرتك عارفه اي طلبات من هذا الشان قد تكون بتحمل اعباء شويه على الشركات، لكن هنوصل لصيغه طيبه بحيث ان احنا نبقى من ناحيه بنوفي طلبات المستثمرين بحكم ان هو ده رؤيتهم الرئيسيه. يعني احنا كنا كل برضه ما بنقعد بيقول لك طبعا يفضل ان يبقى عمليه الاصلاح باللغتين العربيه والانجليزيه بحيث انه يسهل عليهم عمليه التحليل الخاص بالبيانات الماليه وبيانات الاصلاحات وغيره. فهنحاول نجد صيغه كده نقدر نطبقها في القريب العاجل ان يبقى الاصلاح فيه قدره ان هو يبقى باللغتين. بشكرك استاذ محمد فريد رئيس البورصه المصريه. وفي خبر دلوقتي عن القبض على مصدر بهيئه الرقابه الاداريه في الاسكندريه، يؤكد القبض على وكيل وزاره الصحه بالاسكندريه، يعني انا مش هقول اسمه لانه حتى يصدر بيان رسمي. مصدر قال انه اسباب القبض جاءت بسبب رصد الرقابه الاداريه لمخالفات ماليه واداريه جسيمه وتسجيلات صوتيه لمسؤولي الصحه في امور ماليه. انا مش هقول اسمه حتى يصدر بيان رسمي من الرقابه الاداريه، يعني حرصا على ناس وسمعتهم، والرقابه الاداريه هي التي تصدر الخبر. سينا واهل سينا، واحنا بنتابع الشكاوى واحنا بيوصل لنا شكاوى كثيره من الناس اللي في الجامعات، ماذا سيحدث في هذا الترم؟ انا جات لي شكوى من الطلبه، طب هنعمل ايه في الترم ده؟ ايه بالظبط الوضع وايه التصور لاستكمال الفصل الدراسي الثاني؟ السيد وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ. ايه تصوركم للوضع بالنسبه للطلبه في الجامعات في سيناء؟ اولا احنا عندنا كام جامعه بالظبط في سيناء؟ عندنا جامعه العريش، ودي جامعه حكوميه فيها حوالي 8 كليات، فيها ما يقرب من 5700 طالب ما بين طلاب المرحله الجامعيه والدراسات العليا. عندنا جامعه سيناء هي جامعه خاصه فيها حوالي 9186 طالب متوزعين على حوالي 8 كليات، وعندنا حوالي 5 معاهد عليا، 3 معاهد عليا و2 معاهد ثاني، حافظين حوالي 3700 طالب. طيب ايه بقى الوضع بالنسبه لهذه الجامعات؟ هنعمل ايه يعني؟ طبعا دول الدراسه موقوفه، فهنعمل ايه بالنسبه للترم ده؟ ابدا احنا طبعا لازم نبقى متخيلين احنا في حاله حرب، يعني حاله ما هياش حاله طبيعيه، الدوله كلها بتحارب سيناء. طبعا اللي حصل موجودين في هذا المجال في نطاق العمليات، احنا عندنا كذا سيناريو للحل هذا الموضوع، من ضمنها سيناريوهات ان شاء الله يكون الموضوع يعني ما ياخذ اقل من اسابيع تبدا دراسه ثاني. في الحاله دي نستطيع ان احنا نعود ثاني على ست اماكن الدراسه تتعامل مع بعض الضغط في المواد الدراسيه وبعض الحذف في بعض الحاجات التي تؤثر على الشكل العام للتحصيل، وفي الحاله دي يقدر يخلص في وقت مناسب في نهايه العام الدراسي الطبيعي. ده السيناريو الاولاني، السيناريو الثاني. لا انا ممكن نعلي الصوت يا جماعه، تقريبا مش سمعت، اتفضل يا دكتور. لا الصوت لا الصوت لو بتتحرك بس يا دكتور، ان صوت الموبايل مش واضح، اتفضل. طب خليك عادي. طب اتفضل. لو نرجع بس تقول لي ايه هو السيناريو الاولاني، تقريبا ما سمعتوش. سيادة الوزير. ايوه كده احسن. لو باختصار تقول لي السيناريو الاولاني، انا ما سمعتوش تقريبا، انا اسف. السيناريو الاولاني ان الدراسه هتتاخر شويه، يعني بس هنلحق في خلال الشهر اللي جاي ده ان احنا نرجع تاني نبدا الدراسه. في الحاله دي هيرجعوا الطلاب في اماكنهم وتبدا الدراسه مع التركيز على كورسات مكثفه علشان تنتهي العام الدراسي في ميعاده الطبيعي. طيب اتاخر الموضوع شويه، طبعا احنا بنتكلم عن حاجات احنا ما نعرفهاش، يعني طبعا طبعا احنا في وضع معركه. فبتاخر الموضوع شويه لحد شهر 5، نقدر برضه نستطيع بعد شهر 5 نكثف الترم الدراسي الثاني، ونقدر ان احنا نطول شويه بعد خلال الاجازه الصيفيه ونكمل دراستنا. طيب تعثر العمل خالص في حكايه ان احنا يرجعوا في نفس مكانهم نتيجه ان العمليات طالت اكتر من كده. حصل اتفاق ما بيننا وبين جامعه قناه السويس اللي هي في الاسماعيليه علشان نقدر ان احنا مع انتهاء العام الدراسي في الاسماعيليه تستطيع الجامعه سينا انها تاخد كل الكامبس بتاع جامعه قناه السويس وتشتغل في خلال الاجازه الصيفيه
ونخرج الناس في ميعاد بعد الصيف ويرجع تاني العام الدراسي الجديد يبتدي في وقت الطبيعي بتاعه الطبيعي جدا. طب هل مش ممكن الطلبه دلوقتي يقدروا يروحوا يلتحقوا بجامعه قناه السويس مثلا، ولا يعني انتوا لسه ده سيناريو؟ احنا بنتكلم على الجامعات كلها فيها الاعداد بتاعتها كامله. النهارده بنتكلم على 10,000 طالب في جامعه سينا و7,000 5,700 طالب من جامعه العريش و3,700 كتير. دول اقدر اوديهم فين الجامعه دلوقتي اللي تقدر تتحمل في الوقت اللي احنا فيه ده الاعداد دي كلها؟ مستحيل. وفين المدن الجامعيه اللي تقدر تتحمل الولاد هم يروحوا في هذه الاماكن؟ بخلاف ان احنا عندنا طلبات من اعضاء مجلس النواب عن سينا، ارجوكم ما حدش يتحرك من مكانه، يعني ما تدروش، لان احنا كان عندنا سيناريو ان احنا ننقل الطلاب لبعض الجامعات الاخرى. حصل طلبات من اعضاء مجلس النواب بعدم نقل الطلاب الى اماكن متوزعه على الجامعات، لان طبعا هيبقى في صعوبه جدا ان احنا نتابع التحصيل الدراسي ونتابع الدرجات بتاعتهم. فاذا الاتجاه العام كله ان احنا نبقى الموقف على ما هو عليه انتظارا الى ان شاء الله الفراجه في الازمه. عندنا السيناريوهات كلها مفتوحه، عملنا اجتماعات جاهزين، الجامعات نفسها جاهزه انها تتعامل مع الموضوع بشكل سريع جدا مع عوده الحياه الطبيعيه. حتى لو ما حصلش انها قدرنا في المرحله القادمه ان العمليات طالت شويه، قدرنا نتفق مع الجامعات بعد انتهاء العام الدراسي بتاعها اللي هو في خلال اخر شهر 4 بدايه شهر 5 بعد انتهاء الامتحانات، هناخد كل الكامبس ده ونشتغل في الصيف. عمليه صعبه، لكن احنا في حاله حرب طبعا، لازم يبقى في alternatives، بدائل تبقى واضحه. وانا سعيده ان انتوا فكرتوا في كل هذه الامور، وبنقول لاهل سينا الطلبه كلها اللي بعتوا لي انه ادي السيناريوهات المطروحه، ووزاره التعليم العالي والحكومه كلها فاهمه الوضع وعارفه ان احنا في حاله حرب، وبالتالي بنفكر في البدائل. لكن اللي بنحاول ناكده يا دكتور للناس انه مش هتضيع عليهم السنه. لا يا فندم، مستحيل تضيع السنه. هنشتغل في الصيف، اعضاء التدريس كلهم هيشتغلوا في الصيف يوم بيوم. الطلبه هيبقى عندهم شغل في الصيف، بس هنعمل ايه؟ احنا برضه بنتكلم على ناس بتموت وناس بتدافع عننا واحنا قاعدين هنا، وفي نفس الوقت لازم يكون في مشاركه مجتمعيه. وبعض من الطلاب هيبقى قدرنا ان احنا نشتغل كلنا عشان نعوض اللي فاتنا في اجازه الصيفيه. اذا مفيش حاجه اسمها سنه هتضيع، مفيش حاجه اسمها اولاد هيروحوا في يتوزعوا في الجامعات على مدار المحافظات بدون وعي. عندنا سيناريوهات واضحه ومتفقين عليها سواء في جامعه العريش او جامعه سينا او في المعاهد بالكامل، وده متوافق تماما مع اعضاء مجلس النواب الممثلين عن القطاعات الكبيره في مدينه عريش. اذا انا بطمن كل طلابنا ان احنا جاهزين، وان شاء الله الموضوع ينتهي على خير، وجاهزين لكذا سيناريو بحيث ان احنا نبقى نتعامل مع الموقف على حسب تطوره باذن الله. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العادي. دي رساله لكل الطلبه، السنه مش هتضيع عليكم. كل الناس اللي بعتوا لي رسائل، السنه مش هتضيع عليكم، السيناريوهات واضحه، احنا بس بنحاول نقيم هل العمليات هتطول ولا مش هتطول، وفي سيناريو واحد، سيناريو اثنين، سيناريو ثلاثه. احنا مستعدين نوصل لحد الصيف، معلش كلنا نستحمل مع بعض. يعني انتوا هتستحملوا، وانا عارفه ان العبء الكبير جدا عليكم وعلى الطلبه وعلى الاهالي وعلى طبعا التدريس، وده انا عارفه انه صعب قد ايه، بس في عمليات عسكريه، في ناس بتموت، في ناس بتحارب علشان خاطرنا على الجبهه. عايزين بقى نطمن على السلع الغذائيه كمان، واحنا كل شويه لازم نطمن على اهالينا اللي هناك. معايا دكتور علاء فهمي رئيس الشركه القابضه للصناعات الغذائيه. دكتور مساء الخير، الوضع ايه؟ كنا كلمناك من عده ايام وقلنا هنتكلم كل مجموعه كل عدد ايام عشان نعرف الوضع ايه بالنسبه للسلع. دخلتوا الخضار، دخلتوا الفاكهه، الوضع ايه يا دكتور؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. اولا تحيه لابطالنا من رجال القوات المسلحه ورجال الشرطه في سيناء. بالنسبه للسلع، احنا بنقدم وبنضخ سلع غذائيه لاهالينا هناك في سيناء. يعني احنا كنا دخلنا حوالي يمكن 24 قافله، ثم اربع قوافل خضار، ثم النهارده صباحا حوالي 11 قافله مليئه بالرز والسكر والزيت من السلع الاساسيه اللي محتاجينها اهالينا هناك. طيب المهم الخضار والفاكهه، لانه ده لو فاكر حوارنا السابق احنا عارفين السلع الاساسيه موجوده، لكن هو الاهم هو الخضار والفاكهه، وعايزين بس نحاول ان احنا ما نشوفش الطوابير دي تاني اللي هي الطوابير اللي على عربيات الجيش او على المنافذ يعني. طبعا طبعا. هل الطوابير دي خلصت ولا ايه يا دكتور؟ معلوماتك ايه؟ لا لسه يا فندم، احنا بنقول ان في فعلا مشكله في الخضار والخضار الطازج هناك، واحنا بالفعل احنا ان شاء الله بدون مقاطعه يوم السبت هنضخ 10
عربيات ب10 قوافل، يعني قافله مكونه من 10 سيارات، دي هتبقى كلها بخضار بانواع مختلفه. يعني انتوا دخلتوا الخضار ولا لسه يا دكتور؟ دخلنا 4 عربيات خضار، ويوم السبت ان شاء الله هتخش 10 قافله مكونه من 10 سيارات. طيب. طب خلينا نسمع دكتور صلاح سلام نقيب اطباء شمال سيناء وعضو مجلس قومي لحقوق الانسان. دكتور، الوضع ايه على الارض بالنسبه للسلع يعني؟ استاذ لميس، احنا مساء الخير. اولا احنا اتكلمنا من اسبوع تقريبا مع بعض، والنهارده فات اسبوع وكان معانا السيد اللواء علاء. ايوه. واتكلمنا في كل حاجه تقريبا. اولا طلبنا لاهلنا في سيناء لا يقلل ابدا من حجم التضحيات طبعا التي تقدمها قواتنا المسلحه. نحن نعرف ان هناك من يزودون بروحهم على الوطن من اجل ان نعيش، من اجل ان ابنائنا يعيشوا، من اجل مستقبل افضل. لكن يمكن نوهت قبل كده، قلت ان القوات المسلحه تؤدي واجبها بشكل نوعي وبشكل عظيم جدا ملموس على ارض الواقع، وكذلك شرطتنا العظيمه. لكن احنا محتاجين بقى كل الاجهزه الثانيه تقوم بواجبها عشان نراعي الناس اللي موجوده دي. بالظبط كده. طيب. ايه الوضع قولي على الارض؟ لو قلنا انه كرتونه البيض ب 100 جنيه ده معناه انه متوفر. لو قلنا اي كيلو خضار من 20 ل 30 جنيه ده معناه متوفر. لو قلنا انه ما فيش دقيق الا ابيض، يعني ما فيش الا اللي معاه بطاقه تموين هو الذي يستطيع الحصول على العيش. 9 افران اتصلوا بيا في العريش بس انه ما عندهمش اي ظهر دقيق، ده غير المواطنين. ومن العجب ان انا لقيت احد القنوات الفضائيه مراسلها من العريش في احد الميادين التقى بخمس سته من المواطنين الشرفاء، قالوا ان احنا كل حاجه متوفره. يعني طب ما يمكن في اماكن واماكن يا دكتور، يعني يا فندم انا العريش دي يعني انا مولود فيها وعشت فيها، يعني قصدي يمكن في منطقه فيها منافذ مثلا فالحاجه متوفره ومنطقه ثانيه اصعب. الناس بتلف طول اليوم علشان تجيب كيلو طماطم. طب ما يا ريت تجيبوا لي حاجه من التموين يا جماعه لو سمحتوا كمان. وبعدين طيب. أنا عايز أقول لحضرتك هذا غلو الأسعار، محدش يقول لي جشع تجار. طيب. إطلاقا، لأنه لما تقول لي 4 قوافل 4 عربيات، ده اليوم المعدل كل يوم كان بيخش لشمال سيناء من 50 ل 60 عربية خضار غير إنتاج شمال سيناء. طيب خليك معايا يا دكتور. دكتور علاء فهمي، لو ترد حضرتك، عايزين نفهم وضع المخابز. واضح ان في ندره في السلع، علشان كده البيض بيوصل. يعني هل صحيح ان كرتونه البيض واصله ل 100 جنيه؟ المعلومه دي عند حضرتك؟ هل دي معلومه صحيحه؟ انا ما اقدرش اجزم بهذا، لكن اللي انا بقوله ان كرتونه البيض اللي احنا بنبيعها هناك عندهم في شمال سيناء، احنا الكرتونه سعرها 40 جنيه. ده بتتباع ب 40 جنيه. 40 جنيه، هل مثلا نتيجة إنه مثلا قليل فالأسعار بتزيد؟ دي أكيد يا فندم، ممكن نتيجة إن السلع ما بيتمش ضخها بكمية كبيرة، فبالتالي بيبقى في إقبال من السادة من أهالينا هناك على الشراء، وبعدين ممكن بعض الناس يستغلوا هذا الموقف ويغلوا الأسعار، لكن اللي إحنا بنقوله إحنا بنحاول جاهدين، إحنا نقدر بنساعد وبنساهم في جزء بسيط جدا من دورنا في الدوله. فاحنا بنقول هي مش 4 قوافل بس، احنا 4 سيارات بس، بنقول 24 عربيه في 4 عربيات. طيب المخابز بقى يا دكتور، المخابز وضعها ايه؟ دكتور علاء، دكتور علاء، دكتور علاء الخط قطع، هنحاول نرجعه تاني. طيب عموما يعني انا متاكده طبعا انه القوات المسلحه اكيد هتفتح، يعني وهي بتقوم بالعمليات اكيد هتساعدنا في فتح الطرق، واكيد ده بيحصل دلوقتي ان هو انه اولا يعني نفس كل الصور اللي معانا دي هي صور القوات المسلحه بتوزع السلع. فهل احنا مثلا محتاجين ضخ سلع اكتر من القوات المسلحه من الهيئه الوطنيه، من الهيئه الوطنيه الخدمه الوطنيه مثلا، ولا محتاجين تسهيل اكتر لدخول البضائع؟ لكن اللي احنا سامعينه هو ان احنا محتاجين ضخ اكتر من السلع، ضخ اكتر من الخضروات، من الفاكهه. هرجع لنا دكتور علاء يا جماعه. طيب دكتور علاء. ايوه. الخط قطع. طيب انتوا هتعملوا ايه الفتره اللي جايه يعني لمزيد من الضخ؟ طب اخبار اللحوم ايه؟ المخابز، انا سالت حضرتك على المخابز. احنا دلوقتي شغالين، بقول لحضرتك
في السيارات اللي احنا بنبعتها هناك بنحط فيها سلع متنوعه من لحوم لدواجن لخضار يمكن محتاجين تبعتوا اكتر يا دكتور. ما هي دي بالفعل احنا بنحاول نبعت اكتر. اصل هي الفكره انه اكيد القوات المسلحه يعني انتوا لو بعتوا كتير مره واحده اسهل في التفتيش حتى من كل شويه نبعت كل شويه يعني فاهم ازاي؟ لا ما هو احنا محكومين في احنا محكومين بعدد السيارات اللي احنا بنملكها واللي بنبعتها هناك. عدد السيارات اللي احنا بنبعتها بنودي العربيه وبننتظر يوم او يومين بالكثير. طيب بقى ما دي مشكله. لا يعني طب هو ما فيش حل تاني ان احنا نجيب عربيات من حته تانية؟ اكيد ممكن نجيب عربيات مثلا من الخدمه الوطنيه من الجيش من اي حته. احنا حضرتك احنا بنتكلم على الشركه القابضه للصناعات الغذائيه. الشركه القابضه انا بتكلم على الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بتشتغل باقصى طاقه ليها وبنوفر الجهود كلها بنحاول نوفرها بالكامل لخدمه اهالينا هناك. طيب بشكركم. احنا حبينا نطمن على الوضع في سينا. بشكرك دكتور صلاح سلام نقيب اطباء شمال سينا وعضو مجلس قومي حقوق الانسان ودكتور علاء فهمي رئيس القبضه للصناعات الغذائيه. مره ثانيه غالبا يعني واضح ان دي امكانيات القبضه للصناعات الغذائيه دي امكاناتهم يا جماعه دي الامكانيات ما عندهمش. ما هو الوضع ده برضو وضع صعب ما كانش عندهم يعني ان هم هذه الامكانيات الاوسع. محتاجين نفكر بقى بشكل اخر ازاي نقدر نوفر سلع بشكل كبير. ازاي ممكن الناس دي واضح ان ما عندهاش عربيات كفايه ده بيبعتوا هو دي كل العربيات اللي عندهم فبيروح العربيه ويستنى العربيه ترجع عشان يشون مره تانية. لا احنا محتاجين نضخ مره واحده لانه كمان عمليات التفتيش اكيد صعبه واكيد عمليات التفتيش بتاخر. فهو عشان نفتش فنفتش مره واحده فمحتاجه برضو ان احنا يمكن الحكومه تفكر بشكل اخر. والحقيقه انا بحيي طبعا القوات المسلحه والشرطه اللي واقفين يعني في عمليات مستمره كل يوم نتائجها باذن الله هي نتائج مبهره واحنا معاكم مهما طالت العمليات. المهم ان احنا نكتف هذا الوباء من ارض سينا. بحيي كمان اهل سينا اللي مستحملين حاجات كتيره جدا موجودين عايشين تحت الضرب تحت النار بندره سلع لكن عايزين من الدوله برضو انها تساهم في انها تريح الناس وتضخ الاكل وتضخ الخضروات وكل السلع الاساسيه. محتاجين ان احنا نساعد الناس عشان تقدر تستحمل معانا. نخرج فاصل بقى ونواصل هذه الاخبار. We'll be right back.